ضد أوزبكستان. طبعا راح نشاهد هذه الحالة. طبعا اللاعب اللي راح يستفيد من حالة التسلل مرة أخرى راح نشوفه. طبعا هذه راح نرجع للحالة بعد قليل. المهم نرجع للحالة. فهذه معظم مجريات هذا الشوط وراح نبقى مع مجريات الشوط. الفريق السعودي مع مرور الوقت بدأ يقدم كرة سهلة، هجمات منظمة تلعبت بها اقدام عبد الله طيف، زائدا اللاعب اللي كان بالامكان ان يسجل اكثر من هدف اللي هو الجريني، لكن يمكن قد تكون دفاعات فريق الاسترالي هي دفاعات قويه، ربما لم يحالف الفريق السعودي او مهاجمين الفريق السعودي ان يسجل هدف مثل هذا الهدف، يمكن الكره ما وصلت بقوه حتى تسجل. طبعا هذا اللاعب كان مصدر خطوره دائمه، وهو اللاعب اللي قادم من الخلف اللي هو يحيى الجريدي. شاهدنا كثير من الهجمات اللي انبنت من اروع ما يمكن، وراح نمر عليها حاله بعد حاله. الفريق السعودي الفريق الاسترالي اليوم ما شاهدنا الفريق الاسترالي اللي قدم امام الامارات واللي قدم امام كوريا الجنوبيه، يعني اليوم قد يكون كريم بوف اللاعب صاحب القصه الغريبه وحيدا في الهجمات. اليوم شاهدنا اللاعب الاسمر اللي هو كوفي داني لم يكن في مستواه. صحيح، راح نعود لهالمحاور. كابتن رضا، تحدثنا عن المصادر القوه ومصادر التمويل قبل المباراه، قلنا ممكن ان المدرب خالد القروني راح يلعب في منع هذه المصادر المنتخب الاسترالي، لكن اصبح العكس. شفنا المنتخب الاسترالي هو سيطر على الاطراف، كان المنتخب السعودي كابتن رضا المباراه الماضيه مع اوزبكستان كان يلعب دائما على الاطراف، خصوصا ياسر الشهراني وعبد الله عطيف اللي كان دائما ما يمول في العمق وسجل هدف، لكن اليوم عبد الله عطيف وياسر الشهراني غابوا يعني تقريبا عن خطورتهم. كابتن، شوف زي ما تفضل كابتن، انا اعتقد انه الشوط اول كان متكافئ، تقسموا الوقت يعني، وكانت السعوديه يعني شبه فريق يتفرج من فريق الاسترالي يلعب في بداية المباراة 25 دقيقة. صحيح بالضبط. صحيح. بعد هذه الدقيقة مسك المنتخب السعودي بزمام الأمور وصار والفرص كانت أكثر للمنتخب السعودي باش يخلص الشوط الأول أقل شيء بنتيجة وأكثر خطورة، راحوا المرمى أكثر من المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي في 25 دقيقة تفوق على المنتخب السعودي من الناحية البدنية والسرعة واللعب المباشر والانتقال بسرعة من الهجوم والارتداد إلى الدفاع، فهذا اللي خلى المساحات ضيقة أمام المنتخب السعودي. إنما السعوديين بعد 25 دقيقة مسكوا، وهذا المطلوب من السعودية أن يمسكوا الكرة ويحرموا الفريق الأسترالي. ليش كابتن رضا، ليش بعد 25 دقيقة المنتخب السعودي تعتقد أنه قدر يعود المباراة؟ ليش ما عاد قبل 25 دقيقة؟ هي ظروف متاع المباراة من الأول، ظروف المباراة وأن الفريق الأسترالي ابتدى بالضغط وحرم الفريق السعودي من اللعب. أيه. فممكن بعد ال 25 دقيقة لاعب يركض 100 متر وراء 50 متر وراء 20 متر وراء 30 متر قد يكون استنفذ شوية من بعض من اللياقة البدنية، ما تقدرش 45 دقيقة تلعب بنفس الريتم وحتى التركيز من المستحيل. ما تقدر. لكن 25 دقيقة الأولى ممكن قد يكون المدرب تعليمات المدرب، وأن ممكن اللاعب الأسترالي يتغلب على اللاعب السعودي. السعوديه وين تظهر؟ وين تبان اللي هي المهارات؟ في مساحات فاضيه بدون احتكاك، لكن اذا تولي الاحتكاك تولي المنتخب الاسترالي اقوى. لذا على طيله الساعه ونص اللي شفناها اليوم المنتخب الاسترالي هو الافضل. كابتن خلف، دائما عندما لا تسجل يسجل عليك. المنتخب السعودي اعتقد يعني تحدثنا انا وانت قبل نهايه المباراه، وانت ذكرت بان المنتخب السعودي يعني لا يمتلك اللاعب المهاجم القناص الهداف خلنا نقول، وبالتالي ما سجل اهداف. هذه حقيقه. وين انوجدت؟ في ال11 لاعب اللي موجودين زائد لاعبي الاحتياط بالفريق السعودي. الفريق المحظوظ اللي يمتلك لاعب من طراز هداف، واليوم كثرة هم المهاجمون الذين يلعبون في الأندية، لكن مو كل مهاجم هو هداف. قل من يسجل. صحيح. يمكن خلي أرجع للي قال الأخ رضا، بدأ إحنا انتهينا نهاية رائعة. قال بالشوط الأول الفريق السعودي 20 أو 25 دقيقة من المباراة
يلا دخل المباراة يلا ظهر بالصورة صحيح. كفريق قادر على تغيير نتيجة المباراة. أنا أريد أضيف على كلام الأخ رضا أنه هي تلك البداية وتلك النهاية. نعم. أنه الشوط الثاني تسيد كامل المن للكرة الأسترالية. نعم. وما راح أختلف مع الأخ رضا مفاصل اللياقة البدنية اللي هي القوة والسرعة والمطاولة والرشاقة والمرونة كل هاي المفاصل تفوق بها الفريق الأسترالي على الفريق السعودي، ولهذا الكرة المشتركة للسعودي، اثنين يسابقون للكرة للسعودي، حالة الارتقاء للسعودي. اذا اللياقة البدنية هي العامل المهم اللي غلبت الفريق الأسترالي على الفريق السعودي. المهارة ضمن الدفاع القوي اللي موجود في الفريق الأسترالي ما كانت اليوم هي موجودة او نافعة للفريق السعودي. انا بتصوري احنا كفريق للإمارات من لعبنا مع الفريق الأسترالي قدمنا اداء اكثر متعة اكثر وصولا الى المرمى، لكن غابت عنا الاخطاء الدفاعية هي الكثيرة اللي سببت هزيمتنا مع ضعف انا بتصوري في حراسة المرمى. وعليه النواحي الفنية اللي بالشوط الثاني، بالشوط الاول كان كريم بولت اللاعب الأسترالي المهاجم الوحيد اللي موجود وين بين اربعة مدافعين سعوديين، والنتيجة ما شفنا فعل هجومي في النصف الساعة الأخيرة للفريق الأسترالي. نعم. الأمر اللي فطن إلى مدرب الفريق الأسترالي بعد ما لعب اللاعب رقم 16 اللي تسبب في ضربة الجزاء اللي